جاهزين للتحدي؟ أكيد. 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 يلا خذوا اليدات. خذوا اليدات ونشوف. يلا خذوا اليدات نبدأ أول التحدي. كيفك مع الطبخ؟ تدخل المطبخ يا محمد؟ ها. تدخل المطبخ مع الوالدة ولا لا؟ يعني مرات. الصدق مرات وش تزين؟ ندومي. يدخل المطبخ يزين ندومي ما شاء الله. لا لا عز الله ما انت بسهل يا محمد. اي اكيد. طيب وانت يا عبد الله؟ عاد عبد الله انت يعني احس انك كذا اسمن شوي من محمد، فواضح انك يعني تجارب جيده مع الاكل ومع المطبخ خصوصا، وبينكم كذا علاقه حميمه. فما ادري هل انك تطبخ تساعد الوالده ولا تنتظر على السفره اول ما تجي الاكله بس تمر محمد واقف ينتظر، او عبد الله؟ ها عبد الله تساعد الوالده؟ اي ساعد. تساعد الوالده، وش تزينون؟ نزين مثلا بيض. بيض كويس يعني افضل من الاندومي. بيض وغير البيض؟ شكشوكه. طيب لا ما شاء الله تبارك الله الشباب اليوم جايبيننا اي شيء. اثنين من الشباب جدا قويين يصلح بيض وغير البيض شكشوكه. واضح انه ما قد دخل المطبخ. لا يعني مرات. ها وش الفرق يا محمد بين البيض والشكشوكه؟ فيها بصل وطماط. فيها بصل والبيض سادة. والبيض سادة. إيه. إيه لا فيها بصل وطماط والبيض بالحالة، والبيض يحطون معه زيت وطماطم وعطونا الفروقات الخمس. الدليل إني عارف ألعب ناظر. فيه يعني. طيب عبد الله أنا أعطيني قل لي كم باقي من الوقت؟ باقي دقيقة و. باقي دقيقة. شوفوا. يا إنكم تجيبون ثلاث نجمات وتعاقبوني. أكيد بنجيب بنعاقب. إذا جبت ثلاث نجمات بتعاقبوني، غيرها ما راح أتعاقب. هذا شيء أكيد أصلاً يعني. غيرها ما راح أتعاقب، وركزوا بهالتحدي. محمد تشوف إنه فعلاً يعني خل أسألك، أنت عندك أخت؟ إيه. أختك كبيرة صغيرة تساعد الوالدة مثلاً بالبيت؟ إيه تساعد. حلو، طيب هل تشوف إنه بس البنات هم اللي يساعدون الوالدة في المطبخ؟ لا. ولا لا برضو العيال؟ إيه أكيد العيال. أكيد، طيب وش يصلحون؟ يعني الواحد لا يتفلسف زيادة، يدخل يسأل والدة ها وش ساعدك فيه، ممكن تخليه يقطع الطماط. أنت محمد حذر طبعا لا يستعجل. والشباب ما شاء الله جالسين يقطعون يتعاونون، وعبد الله برضه متحمس. عبد الله شوف من الفنان بيني وبينه الآن. أنت أيوه اللي هناك عند القدر، من هو؟ أنا. أنت وذا عبد الله هنا. إيه عبد الله يقطع. شوف الوصل طيب ما شاء الله. وعبد الله انتم تلعبون كثير يعني تتحدون بعض سوني؟ اكيد لا قليل شوي يعني مو كثير بين فتره وفتره. تتحدون بعض كثير يا عبد الله؟ لا مو كثير مره كذا يعني. حلو، انتم عندكم سوني يعني بالبيت ايه؟ ولا كيف؟ يا شيخ ايه عنده سوني. حلو بس لا ترميه بالزباله. ما ادري عاد شفت محروق. يضحك عبد الله. شفت ما يعرف يلعب. انت الان المفروض تعاونون، شو تقول ما يعرف يلعب؟ طيب. اللي هو ما عرف يلعب تخسرون انتم وبعاقبكم. ارميه بالزباله. انتهى التحدي الاول من لعبه الطبخ. ونشوف كم نجمه. جابوا نجمتين. جابوا نجمتين، حط اليدات واشرب عصيد. كلها قلت لي جبت ثلاث نجمات بتعاقبني، غيرها انا بعاقبك. يلا اشرب. شرب واحده. يلا شربه واحده. يلا شربه واحده. لحظة دقيقة، أول شيء خلوا محمد يشرب العصير، محمد يشرب. كيف العصير؟ لا غير يعني. اشرب. لا شربة واحدة. خذ شربة ثانية، جيبوا لنا موية طيب. عشان في حال يعني إنه يقولون بدون موية، هذه عقوبة. صحصحت الآن؟ إي إن شاء الله. ترجع للجيم بطريقة قوية؟ إي خلاص غير الطعم، يلا. دق. ممتاز. خلاص 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 اشرب موكا غير الطعم.